السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم مرة ثانية في الجزء الثاني من الطباعة ثلاثية الأبعاد. وبالحديث عن الطابعة خلونا نبدأ الفيديو في أجزاء الطابعة وبناخذ أهم الأجزاء في الطابعات الخيطية. لما ندخل الذاكرة علشان نبدأ عملية الطباعة راح يكون أول جزء استقبل البيانات هي لوحة تحكم إلكترونية، بحيث تبدأ اللوحة بقراءة ملفات الجي كود اللي تم تصديرها من الكمبيوتر وتحولها إلى أوامر حركية للمحركات في الطابعة، وتبدأ في تجهيز الأجزاء الساخنة منها. كذلك نقدر من خلال لوحة التحكم أن نتحكم في خصائص الطابعة المختلفة ورؤية باقي التفاصيل عن الطابعة وحال الطباعة وغيرها من الأشياء. بعد ما اعطينا الامر للطابعة عشان تبدأ عملية الطباعة، يبدأ السخان في الاجزاء الساخنة برفع درجة الحرارة. تختلف درجة الحرارة حسب المادة المستخدمة في الطباعة واللي تتناسب مع درجة انصهار المادة. تحتوي الاجزاء الساخنة والسخان كذلك على حساس للحرارة علشان يسهل التحكم في الحرارة، وبعد علشان نعرف درجة الحرارة من لوحة التحكم. النوزة لو ممكن نسميه بالعربي الفوهة، يحتوي على ثقب صغير لخروج المادة المنصهرة. يختلف حجم هذا الثقب بين كل قطعة وثانية في الفوهة، وهي تتناسب بشكل عكسي مع جودة العمل ودقته، فكلما صغر حجم هذا الثقب زاد في جودة النموذج المطبوع. كذلك في الطابعات الخيطية أو ما تسمى طابعات ثرموبلاستيك، يوجد من ضمن الأجزاء الساخنة محرك يقوم بسحب المادة الخام إلى أنبوب التسخين، ويختلف موقع المحرك حسب نوع الطابعة الخيطية. وأخيرا المبرد هو آخر الأجزاء الساخنة، يقوم بتبريد الخيوط المطبوعة لضمان صلابة الجزء الذي يأتي فوقه مباشرة. فلو نلاحظ في الصورة الفرق بين لما المبرد يكون شغال وبين أن المبرد ما شغال. ثالثا، بعد ما تصل درجة حرارة السخان في الأجزاء الساخنة للدرجة المطلوبة، تستعد الأجزاء المتحركة للبدء في عملية الطباعة، حيث تبدأ بالتحرك للمنطقة المركزية أو نقطة الصفر بمساعدة حساس نهاية الشوط. هذا التحرك يتم عن طريق المحركات الخطوية في الطابعات، حيث تقوم بالدوران بدقة عالية تصل إلى نسبة صغيرة تقاس بالميكرومتر. ينتقل هذا التحرك إلى الأنبوب المسنن أو حزام المحرك، فيقوم بتحريك الأجزاء في الأبعاد ثلاثية الأبعاد. رابعا، منصة البناء هي السطح المستوي في الطابعة ويتم بناء المقسم عليها. بعض الطابعات تحتوي على سخان في منصة البناء لضمان التصاق المقسم وعدم تحركه، وبعد لتساهم في تحسين جودة الطباعة. خامسا، هيكل الطابعة هو الإطار الخارجي للطابعة، يعتبر تصميمه من الأجزاء المهمة في الطابعة، فكلما كان تصميم الهيكل ثابت ومتماسك كلما قل الاهتزاز الحاصل أثناء عملية الطباعة بسبب الأجزاء المتحركة، مما يعطينا دقة أكبر في العمل. حبيت أنبه بأني وضعت هذا الترتيب ليس حسب الأهمية في الطابعة، ولكن رتبت الأجزاء حسب تتبع الأوامر منذ لحظة إدخال الذاكرة والميموري في الطابعة لغاية طباعة المقسم. علشان ما أطول عليكم أكثر ويكون المقطع قصير وخفيف، حبيت يكون الجزء الأخير من الطابعة في الجزء الثالث لوجود الكثير من التفاصيل المهمة المرتبطة به. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بهذا المقطع.